الو، ايوه باسم بيه. اوكي. امجد بيقول لي ان الصاروخ اتركب واتظبط وكله تمام كده. العمليه تخلص من هنا ونسافر من هنا وناخد مدام سلمى معانا. ما ردتش على سؤالي، هو حازم وصل للهاردات ازاي؟ هاردات ايه بس يا مدام سلمى؟ ان شاء الله دماغك ليه بالموضوع ده. طب وعشان اريح الاسئله اللي في عينيكي دي، موضوع الهاردات ده كله اللي كان مظبطه فايز، احنا اللي وصل لنا النسخه مش الاصل. الاصل كان شايلها وحاططها في مكان وعرف جوزك الاصل فيه. اصل الهاردات مع جوزك يا مدام سلمى. كان هذا بمثابه الجائزه الكبرى بالنسبه لدوريان جراي، فالمجلدات الثلاث التي حصل عليها كانت تحتوي على أكثر مما كان يتوقع، ووضع كل مجلد في مكان آمن، فقد احتفظ الماضي بنسخة واحتفظ الموت بالنسخة الثانية، أما النسخة الثالثة فكانت من نصيب الرعاة. أم سلمى معانا؟ معاك، بس أنت مش شايف اللي يشتغل معاكم لازم يأمن نفسه. ما كلنا بنأمن نفسنا، بس مش ضد الاتحاد. فايز فعلا عارف يأمن نفسه، وحازم حاول يأمن نفسه لكن ما تعلمش من الدرس. وزي ما قال لك باسم، في الاتحاد مفيش خروج آمن. خبير مفرقعات، خبير مفرقعات بسرعة. ها يا فندم. تمام سيادتك يا فندم، بعت سيادتك اللوكيشن. هتحرك حالا يا فندم. مع السلامة. مين اللي قتل حازم؟